السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله راح نحكي عن المصادر غير الاعتيادية للمياه في الدروس السابقة حكينا عن مصادر المياه الاعتيادية اللي هي حكينا عن المياه العذبة اللي هي المياه السطحية والمياه الجوفية لكن بسبب زيادة السكان واستنزاف مصادر المياه الاعتيادية وال تم البحث عن مصادر غير اعتياديه للحصول على المياه. من هاي المصادر غير الاعتياديه في عندي ثلاث مصادر اللي هي مياه الصرف الصحي اول مصدر، المصدر الثاني اللي هي ما يسمى بالمياه الرماديه والمياه المالحه. ما هي مياه الصرف الصحي او المياه العاتمه؟ هي المياه الناتج عن الاستخدام المنزلي، والصناعي والزراعي هاي المياه بتميز بانه لها رائحه كريهه تسبب تلوث المياه والتربه للتخلص من هاي المشكلات وقد تسبب كمان مشاكل صحيه يعني بسبب تكاثر الحشرات والميكروبات للتخلص من هاي المشاكل كان الهدف أنه ينشئوا محطات لمعالجة هذه المياه وإعادة استخدامها الأردن فيها حوالي 19 محطة لمعالجة المياه العادمة أشهرها اللي هي الخربة السمراء ومحطة زي محطة الفحيص في محطة في البقعة في محطة في أبو نصير وفي محطة في مادبة كيف تتم معالجة المياه العادمة؟ يتم معالجة المياه العادمة انظر للكتاب صفحة تسعين. في عندي ثلاث مراحل ثلاث مراحل لمعالجة هاي المياه العادمة حتى نحصل على مياه يمكن إعادة استخدامها من شبكات الصرف الصحي اللي هي للمنازل والمستشفيات المصانع حكينا رح تجمع في المرحلة الأولى اللي هي تسمى المرحلة الفيزيائية في هاي المرحلة بيتم التخلص من الحصى الصغيرة المواد الصلبة مثل الحصى الصغيرة أو المواد العضوية ذات الكثافة العالية تترسب في القاع ويتم جمعها هاي المواد اللي ترسبت تسمى الحماء إذا الحماء هي بقايا المواد الصلبة المترسبة بعد معالجة المياه آه برضو في هاي المرحلة تبقى المياه المواد الدهنية والزيوت على سطح الماء يتم كشطها والتخلص منها المياه المتبقية تذهب إلى المرحلة الثانية في المرحلة الثانية اللي هي تسمى المعار... مرحلة المعالجة الحيوية في هاي المرحلة تحلل البكتيريا اللاهوائية المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية زي ما حكينا سابقا انه المواد العضويه غالبا تتكون من ثلاث عناصر اساسيه اللي هي الكربون والهيدروجين والاكسجين فبتحلل المواد العضويه الى هاي المواد البقايا طبعا الاكسجين والهيدروجين راح يطلعوا على شكل مواد غازيه المواد اللي لم تتحلل تترسب في القاع ايضا وبتم برضه اضافتها الى الحمام المواد أو المياه اللي بقيت تنتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة المعالجة الكيميائية في هاي المرحلة الكيميائية بتم فصل بعض العناصر السامة والتخلص منها كما يتم تعقيم المياه بإضافة الكلور احنا حكينا في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الحيوية تم تكثير البكتيريا حتى تحلل أكبر كمية ممكنة من المواد العضوية فلازم نتخلص من هاي البكتيريا عن طريق إضافة الكلور بقوم بقتل البكتيريا اللي بقيت في هاي المياه المياه الناتجة عن هاي المرحله الثالثه شو بتعمل او وين بنستخدمها ناخذ المياه هاي تستخدم في ري المزروعات الحرجيه اللي على جوانب الطرق الورد يعني لكن لا تستخدم للمواد او للاشجار المثمره ابدا لانها تبقى تحتوي على نسبه وحتى لو كانت قليله من المواد السامه فبالتالي لا يمكن استخدامها للمواد المزروعات المثمره أما الحمقة فهي بتدخل بتم تجفيفها وبتدخل في مراحل علاجية برضو أخرى وتستخدم كأسمدة للأرض بتزيد من نسبة نسبة خصوبة الأرض الطريقة الثانية أو المصدر الثاني من مصادر المياه الغير اعتيادية هي معالجة المياه الرمادية شو المقصود بالمياه الرمادية؟ المياه الرمادية هي مصادرها اللي هي المنزل عندك المياه المستخدمة في المنزل مثل الجلي، الغسيل، الاستحمام، الوضوء، الشطف هاي كلها تعتبر مياه رمادية ما عدا مياه المرحاض مياه المرحاض تسمى مياه سوداء لذلك ليست مصدر من مصادر المياه الرماديه تتميز المياه الرماديه بسهوله تكريرها وتنظيفها واعاده استخدامها مقارنه بالمياه السوداء فهي لا تحتاج الى جهد كبير لتنقيتها للاستفاده من المياه الرماديه يتم تصميم المنازل بحيث انه تفصل مياه المرحاض عن باقي المياه المستخدمة في المنازل مثل المجلة، الغسالة، حوض الاستحمام، المغسلة آه هاي بتم تجميع المياه الرمادية من هاي المصادر لمعالجتها شو المراحل اللي بتمر فيها معالجة المياه الرمادية؟ آه في احواض في عدة احواض بيكون كل الحوض بيستخدم يعني او بيكون في مادة مختلفة حتى تساعد في تنقية هاي المياه واعادة استخدامها بتم التخلص من المواد الثقيلة او المواد الكبيرة الحجم في عن طريق استخدام الحصى والرمل والفحم هسا الحصى رح يمسك في الاجزاء الكبيره خلصنا من الاجزاء الكبيره والرمل ايضا زي فلاتر زي مصفاة بصفي هاي المياه وفي النهايه الكمان اللي بيقوم الفحم بمساعده البكتيريا اللاهوائيه حتى تحلل البقايا العضويه في هاي المياه المياه الناتجه عن هاي المعالجه تستخدم في زراعه ري المزروعات مثلا الزهور الاشجار غير المثمره حتى ممكن تستخدم للاشجار المثمره لانها ما بتحتوي على مواد سامه مواد التنظيف ممكن يعني كمان يتخلص منها في وحدات المعالجه استخدم يعني اهميه استخدام هاي المياه اول شيء التقليل من استخدام المياه النقية اللي تستخدم للشرب، فإحنا بنستخدم هاي المياه لري المزروعات ممكن لتنظيف الممرات الخارجية ومداخل البيوت، فهي ليس لها روائح سيئة وممكن استخدامها في في خارج البيت زي ري المزروعات وزي ما حكينا تنظيف الممرات. المصدر الثالث من مصادر المياه الغير اعتياديه اللي هي تحليه مياه البحار اللي هي مياه البحار احنا بنعرف انه مياه البحار مالحه لا تصلح للشرب او حتى للاستخدام المنزلي بسبب نسبه الملوحه العاليه فيها فالدول القريبه من المياه المياه البحار وجدت طريقة لاستخدام هاي المياه وتحويلها إلى مياه عذبة آه هاي الطريقة اللي هي التقطير شو يعني التقطير؟ التقطير عبارة عن آه آه التقطير اللي هو عبارة عن أنه نتخلص من المياه من الأملاح اللي موجودة في مياه البحر وذلك عن طريق اول شيء بتسخن الماء فبتتكاثف لما بتتكاثف بخار الماء هذا بنعرضه الى بخار الماء بتعرض الى درجات حراره منخفضه فبالتالي هذا بيحول بخار الماء الى ماء سائل هذا الماء السائل خالي من نسبة كبيرة من الأملاح يعني بنسميه مياه عذبة